الورقة دي ايه؟ ورقة ايه؟ الورقة اللي انتوا حاطينها في الكليب دي ايه؟ دي رسالة من مصطفى لمامته، كتبها امتى؟ كتب لي في رسالتين، هو كان طول ما هو قاعد يكتب لي جوابات، يكتب لي رسالة من مصطفى إلى ماما، يكتب لي بحبك يا روحي، بحبك يا قلبي، كان على طول يكتب لي كده. في واحدة منهم كنت أنا زعلانة منه، وقعدت قلت له أنا هقعد أسبوع مش هكلمه. فتاني يوم راح جاي كاتب لي ده الورقة دي. كاتب لك انا اسف، انا غلطان، ندمان على اللي عملته. انا مش بقول كده وخلاص، انا بقول كده علشان انا عارف اني احرجتك، عشان كده اعتذرت يا حبيب قلبي. يعني ولد مؤدب ومحترم وملوش في اي جميل والله، حاجه. جميل والله، جميل جميل والله. طب ما انتي لازم تبقي مطمنه عليه ان هو في الجنه ان شاء الله. بتطمن عليه في الجنة، بس غصب عني نور في قلبي، نور والله. كل شوية اشوفه مش قادرة، كل شوية شايفاه، كل ما حيقول لي شوية اسهل اشوفه هو في التلاجة ولا اشوفه على الغسل. كنت بقول يا حبيبي مصطفى، ربنا يعني يا رب يا رب يطول في عمري شوية، عشان بس عيالي يكبروا، عشان انا يعني ماليش محارم يشيلوني، بقيت اقول ولادي الاتنين يشيلوني. في يوم وليلة كده، في يوم وليلة كده، يعني انا بخاف عليه من الهوا، ما بتحملش عليه حاجة، ما بحبش حد يلمسه، ما بتحملش اي حاجة. لو حاجة وجعته توجعني في قلبي، لو حاجة هرسته تقرفني انا في قلبي. يجيبوه كده يروح كده حد بأمه، يا عين امه، يخوفوه كده يموتوا، يخوفوا عيل، خوفوا موتوا ابني حبيبي اللي ما بتحملش عليه، متحملش عليه شوكة، الشوكة لو دخلت فيه كده تموتني. اتشرح يا حبيبي، اتشرح يا روحي، اتشرح ابني، ابني نور عيني، نور عيني يا مصطفى، نور عيني يا مصطفى، حبيبي يا مصطفى، حبيبي حبيبي، نور عين امك، نور عين امك، قلب امك، كسرت ظهر امك، كسرت ظهر امك. كان ظهري، كان ظهري، كان اخويا، بعت له رساله بقول له انت اخويا وابويا وابني وحبيبي، انت كل حاجه يا مصطفى، انت كل حاجه، اول فرحه في حياتي، اول حب في حياتي، اول كل حاجه حلوه في حياتي، واول كسره، اول كسره. خلاص يعني، خلاص من بعده، خلاص ايه، خلاص مفيش ايه، أنا كنت شادة عقودها بمصطفى، جيتي تبقى من هنا لهنا وأنا في حضنك، حبيب أمي، عين أمي، عين أمي وقلبها، نور عيني.